وكل عام وأنتم بخير، مكملين معاكم في رمضان ورمضان غير مع كوتش. والنهارده أكيد كمان معانا كوتش غير عادي، كوتش عبد الله رمزي. أنا نفسي بحب جدا أستمع لكلامه، كنا قاعدين بنرغي قبل ما نسجل، فكان حتى الرغي له قيمة وفاليوز عالية جدا. فبرحب بيه وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا دكتور، ويعني شكرا لاستضافة حضرتك، وشكرا على الفرصة، وشكرا على الانيشيتيف والبرنامج ده، ومبسوط ان انا موجود مع حضرتك. يعني ربنا يعزك يا رب. احنا هنا في قناة احنا نقدر، وليه سميناها احنا نقدر؟ عشان نقول للناس يلا بقى مهم كده ونقدر نعمل حاجات كتير في حياتنا. فمالكوا بقى في رمضان، رمضان والكوتشنج، كل كوتش بنجيبه بنتعلم منه بيقول هو الكوتشنج فرق معاه ازاي في العموم وخاصة في رمضان. نشوف الرحلة دي والدقائق اللي ممكن نستمتع بيها مع الكوتش عبد الله يقول لنا ايه. اتفضل. طيب، السلام عليكم وبسم الله. طيب، انا بالنسبه لي يا دكتور، يعني لما حضرتك قلت لي على موضوع فكره الكوتشنج ممكن يكون غير فيا ايه، وخصوصا في رمضان، سبحان الله اللي جه في دماغي فكره المسحرات. يعني اصحى يا نايم، انا بالنسبه لي الكوتشنج هو زي المسحرات، اللي هو انا كنت في غفله او كنت نايم وفوقني، ومش ببالغ، انا مش ببالغ في الموضوع ده، حرفيا ده اللي حصل معايا. فبالنسبه لي الكوتشنج ممكن يكون فرق معايا في رمضان، انه انا ببقى منتبه في رمضان فعلا، ده شهر عباده. قبل كده كنت ممكن بضيع اوقات كتيره جوه رمضان في حاجات تانية ملهاش علاقه بالعباده نفسها. فاول حاجه بالنسبه لي ان هو فوقني وصحاني في حته ان هو لا، خلي بالك ده شهر عباده. ومش بس كده، ده كمان بيرفع الوعي بتاعي. ما هو هنا ان انا بطلع من الغفله بتاعتي، ان انا يبقى عندي الاويرنس، يبقى عندي الوعي. وبالتالي احنا كنا بنقول ان رمضان هو ده الفرصه، ان هو ده الشهر اللي بنشحن فيه البطاريه بتاعتنا. وللاسف ساعات بنطلع بعد رمضان البطاريه بتفضى على طول. الكوتشنج فرق في ان الوعي لما عالي بيبقى معايا حتى بعد رمضان، وده جربت يعني رمضان اللي فات واللي قبله، حتى لما رمضان بيخلص بالوعي بتاع الطاقة اللي أنا طالع بيها والشحن اللي أنا طالع بيه من رمضان بيفضل مكمل معايا فترة أطول من قبل كده، من قبل ما كنت ما بمارسش الكوتشنج وما كانش عندي الوعي وكنت ماشي في الغفلة وكنت نايم زي ما بيقولوا كده. فأنا بالنسبة لي هو الكوتشنج زي المسحراتي، اللي هو بيصحيني اصحى اصحى يا نايم. حاجة تانية مهمة كمان في حتة ان هو بيصحي المشاعر بتاعتي، او بيبقى عندي وعي، وعي بالمشاعر بتاعتي، وعي بالافكار بتاعتي. وبالتالي لما باجي اصوم لو عندي مشاعر غضب، فببقى بيساعدني ان انا ابقى واعي بيها اكتر من الاول، وبالتالي اقدر اتحكم فيها، وبالتالي ابقى في المود بتاع الصيام بتاعي الفعلي، وليس ان انا منقطع عن الاكل والشراب فقط. لما يجول بدماغي مثلا بعض الافكار السيئه تجاه الاخرين او تجاه نفسي او اي حاجه، او افكار سلبيه، ببقى واعي بيها، وبالتالي برضو بخش في المود بتاع الصيام، ان انا احاول ان انا اصوم عن الافكار ديت بقدر الامكان، وبالتالي اكون في صميم العباده نفسها وصميم الصيام نفسه. وهنا بنتكلم على الالتزام. انا لقيت ان الالتزام عالي اكتر. احنا ساعات بنسمع عن الالتزام كتير قوي، يقول لك ده شخص ملتزم ملتزم، مش مجرد بس ان انا بعمل العبادات واروح اصلي واروح اصلي التراويح واصوم وخلاص على كده، ولكن ان انا اكون حاضر وانا بعمل العبادات دي، وانا صايم انا فعليا صايم بقدر الامكان. ودوت الوعي بيساعدني في حاجه زي كده. وانا بصلي بيبقى نفس الوضع برضه، في حضور، في خشوع في الصلاة. فده كده بالنسبة لي الكوتشنج هو المسحرات. يعني حاجة تانية بالنسبة لي، لما جيت درست الكوتشنج ابتدينا بحاجة اسمها سنس اوف وندر. يعني وانا قاعد مع العميل يبقى لازم عندي سنس اوف وندر زي الاطفال، اللي هو الدهشه، اكن الطفل لما الطفل بيشوف اول حاجه لاول مره بيبقى عنده احساس اسمه سنس اوف وندر، اللي هو الدهشه. فسبحان الله ابتديت استفيد من السنس اوف وندر ده حتى في الصلاه نفسها،
وانا بسمع القرآن وانا بسمع الآيات بسمعها كما لو كنت بسمعها لأول مرة، الدهشة بتاعة الطفل لكني بسمعها لأول مرة، فأكنه القرآن بينزل عليا لأول مرة. وهنا يعني احنا عارفين ان ليلة القدر في رمضان هي الليلة اللي نزل فيها القرآن، فما بتبقاش عندي بالنسبة لي ليلة واحدة، انا كما لو كان من اول رمضان لغاية اخره اكن كل ليلة بالنسبة لي بتبقى ليلة قدر، لان اكن القرآن بيتنازل عليا لأول مرة وانا بسمعه. وصراحة يا دكتور دي الحاجات اللي فرقت معايا قوي جدا في الكوتشنج، وخلتني بقيت يعني اكثر هدوءا واكثر صبرا. يعني كان عندي موضوع الصبر ده كنت بحاول اشتغل عليه، والكوتشنج ساعدني جدا ان انا اشتغل عليه. وطبعا الصبر في رمضان حاجه مهمه جدا، المفروض ان رمضان بيعلمه لنا، فساعدني ان انا اشتغل على موضوع الصبر بتاعي اكثر سكينه، اكثر خشوعا، اكثر التزاما. فده كده تعاملك مع الكوتشنج. مشاعرك في رمضان زي ما انت بتقول كده، فعلا لفتت نظري الكلمه دي وانت بتقول، حتى لو بتجيلنا مشاعر سلبيه، يعني ساعات الواحد واقف كده يتخيل يفتكر، اه والله فلان ده صعب قوي، ده فلان او حدث حاجه، ففعلا لما بنلقطنا دي مهمه، ما كناش بنلقط الكلام ده زمان، ده يعني حقيقي. اللقطه دي نفسها لما بنلقط كده ونقول بالظبط بالظبط، يعني هو بيقول لك ايه، يصفد يعني الشياطين الكبيره، لكن الشيطان نفسنا بقى هو ماشي معانا ده بجد حقيقي. والله، يعني زي ما انت قلت العصبيه ماشي معانا، ان احنا نبقى بنتقي الله في كل حاجه بقى حوالينا، هو ماشي معانا، فهي في حاجه جوانا بتقول لنا كده، ايه عارف الواعظ اللي جواك يقول لك ايه، لا اهدى، لا رد نفسك، فعشان كده لما انت بتقول بيرفع الوعي بتاعنا، فعلا بربطها بكلمة الوعد، ونوعد نفسنا كمان ان احنا نستمر في الوعي ده بقى، يعني نبقى ماشيين فيه. يس ده حقيقي. وهو ده بيساعدنا على ان هو وانس ان الواحد لقط الفكره بتاعت الاويرنس او فكره الوعي خلاص، ومع التدريب ومع البراكتس. وهنا بيبان فايده الكوتشنج، يعني مع الممارسه خلاص بيبقى جزء اصيل من بنسميها السكند نيتشر بتاعت حضرتك. يعني زي ما ببتدي اسوق العربيه، ما باجي اسوق العربيه في الاول لا، الموضوع بالنسبه لي صعب، موضوع الوعي ده ان انا ابقى واعي بمشاعري وافكاري، بس مع الوقت ومع البراكتس خلاص زي العربيه ببقى وانا سايقها اوتوماتيك من غير ما افكر، فبيبقى الوعي عندي طبعا مش زي الاول، مش طول الوقت لازم هيبقى موجود عندي الوعي، بس افضل من الاول بكتير طبعا. بيتحسن زي كل حاجة، يعني هي زي كل حاجة في حياتنا. طيب لما قلنا اصحى يا نايم في المسحراتي، مش ده نفس اللي احنا يا كوتش اللي احنا بندخل بيه فعلا في كل جلسة، احنا بنقول كأننا احنا داخلين للكلاينت وكأننا احنا المسحرات، ده اللي بنقول له اصحى يا نايم، هو بجد عنده كل حاجة، ولا انت صححني لو انا غلطانة، ايه رأيك في الكلام ده؟ دي نعمة من نعم ربنا على الواحد ان هو بيحس ان ربنا بيجعله سبب ان هو يكون صحوة للشخص اللي بيشتغل معاه في الكوتشنج، او الكلاينت او الناس اللي احنا بنشتغل معاهم في الكوتشنج. دي نعمه من عند ربنا ان بيجعلنا سبب في هذه الصحوه، ان احنا نقومه من الغفله دي. يعني لا ندعي ان احنا، بس هو من شغلنا معاه في الكوتشنج واللي بنشوفه بعد كده تاثيره على هذا الشخص الواحد، يعني بيبقى برضو دي نعمة من عند ربنا الحمد لله. فطبعا بنقابل الكلام ده، وهما بيبقوا جايين لنا لان هو بيبقى عنده كل حاجة جواه، بس هو مش عارف الدنيا يعني القصة جاية منين، القصة جاية منين. فلما تبتدي تنور معاه ويبتدي يفوق ويبتدي يصحى ويشوف الموضوع جاي منين، طبعا بتبقى دي اللحظة اللي بنسميها الاها مومنت، وبالنسبة له هي دي اللي بيفوق فيها من الغفلة بتاعته. هو بقى باب نور قدامه، حاجة سمعت معاه، حاجة هو ما كانش شايف نفسه فيها، بتبقى بجد فعلا دي أنا بعتبرها من أمتع لحظات الجلسة مع ده الأخ. حقيقي، ده حقيقي. ربنا يا رب يعيننا دايما على مساعدة الناس، اللهم آمين، ويا اللهم رب نكون كده عون لبعضنا وللناس جميعا إن شاء الله. اللهم استمتعت آمين. جدا بالكوتش أنا الجميل أكثر. الكبير، أنا والله استفدت واستمتعت جدا، وكنت بستمع برضو، يعني عارف استمتاع الطفل كده وأنا بستمع ليك. يا سعدنا بيك، فندم حضرتك أستاذتنا، وكل سنة شكرا. وحضرتك طيب، ويا رب كل المشاهدين يبقوا طيبين وبخير، نشوفكم بكرة وإن شاء الله مع كوتش آخر، ورمضان غير مع كوتش، متعكم الله بالصحة، معاكم الدكتورة نادية عبد العال، كل سنة وحضرتك طيب، وحضرتك طيب يا دكتور.
شكرا، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.